بسم الله الرحمن الرحيم. هذه محاضرة وستكون إن شاء الله موجودة على مجلة جاج، مجلة وقاموس جاج، وهي بعنوان هاشتاج دوام أندرسكور إي دي. طبعا هي مأخوذة الكلمة هذه من الأحرف العربية للجملة دراسة وقف استثمارات مياه. طبعا هناك في هذه الدراسة تحديد 1000 من الوقف أو الواقفين، يعني 1000 وقف، وكل وقف قيمته 50,000 جنيه، لكن يسدد في أول سنة 20%. يعني إن شاء الله يبدأ في 1444 5 ذي الحجة، فلو شارك 1000 فيكون في 10 مليون، يعني عندنا مجال للدعوة للاشتراك لوقف. طبعا في معادلة للوقف، ومعادلة الوقف هي أو الوقف، يعني لا أحد يستطيع يغير معادلة الوقف وطريقة الوقف، سواء النظارة وكذا. فالنظارة 10% الناظر، لكن على إيه؟ يعني الوقف يكون 100%، 30% يخرج منه. يعني مثلا كان الوقف 50 مليون، 30% يخرج منه لمصلحة الوقف أو ما بني عليه، اللي هو الإيدي، بعد هاشتاج إيدي اللي هو التعليم، حتى يكون التعليم مجانا لمن؟ لأبناء وبنات الواقفين وذريتهم. يعني استمر الوقف 1000 سنة، يعني وقف لكل مثلا بنت لو تزوجت وجابت عيال يدخلوا في الوقف، جابت بنات وأولاد. لكن ولد لو تزوج وجاب عيال يدخلوا في الوقف، لكن الأولاد لما يتزوجوا من حريم ما هم من الوقف ما يدخلوا في الوقف. المهم في سؤال، طبعا بعد الفاصل نستقبل أسئلتكم. سؤالك لا يتجاوز 3 دقائق.